صباح الحلو. طبعا هسه بسوي شعري واليوم كلش نحسانة. ما اعرف ايش اسوي اليوم. فخلص اسوي شعري وخلص حتى نبدي اكل يوم جديد بصباح الدجلة. ما شو اسوي شعري؟ جبتي عيالي. طيب هالصباح يا ستي الحلوين عسول الدجلة هاي. حيا ايش عسول؟ والله ما في بعد. ايش عسول؟ ايش عسولة؟ ايش عسولة؟ تابعونا بعد ساعة. صباح ما بدي لو تعرفوني ايش حكيت؟ ما حكيت شيء. عاد الواحد دائما بلطف الكلمات. انتوا ما بتشربوا شاي الصبح؟ شو بتحطوه؟ ايه؟ باي صح؟ ولا بالكاسة؟ يلا ما لكم علاقة. انا اليوم بشرب الشاي بالكاسة. شوفوا انجي. شوفوا انجي. هاي كيف اليوم راكزه هيك وهاديه؟ اليوم انت حبوها وهيك طالعه كيوت. عامله انه شعرها اساس. اساس شو انتي؟ اساس شو قاعد تسوي في التي في؟ تعال تعملي مسكتك بالجرم المشهور. ادمان ادمان مش عادي. انا الوحيده اللي احس نفسي مو طبيعيه ما العب ولا جيمز. اريح لك خلاص ضاله بس انت كمان. انا عبالي انه انا شخص مو طبيعي. انا ما بحب الجيمز. انا كمان. باي باي. بطل عندي ارواح راح كلياتهم. انت لئيمه. شو راح؟ اعترفي شو هو اللي راح؟ يا ماما كل الارواح راحوا. بطل عندي ارواح خلص. ارواح ماني عبالي مدري صاير. طلعت ارواح اللعبه. يا صبايا عم نحكي بالسناب. الى هنا وصلنا الى ختم الموجز. الى اللقاء. شوفي اه ياي شوف شوف كولومبوس ينزل على جزيره بورتوريكو في العالم الجديد. شوف هاي شوف هاي كيوت كيوت. ايش انت كيوت؟ ايش كيوت؟ انا مش كيوت. عسانه والله حكي بيناتنا. انا من عسانه حتى في مثل هذا اليوم شيء ما بنتي ينامون في الصباح عن جد. ادري خلاص بدنا ننام. بس شوفوا شوفوا شو راح يسوي برجله. بس بابا تاتي تاتي بابا تاتي 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 ظهر ظهر عشان يهزم الساعة السابعة مساء. هلا شلونكم؟ شوف هذا الكوافير اليوم راح يسوي لي نيو لوك. هلا وعيني. شو راح تسوي لي؟ بنعمل لك فكسي راقي. خلي يصير شعرنا طويل؟ طبعا. بنعمل لك فكسي بجنن. هنا راح يسوي لنا فكسي ويصير شعرنا طويل. عارفين؟ ايه. يا عيني.
هسه انا وين بصالوا لجين طبعا اسمع ام الحسن. ام الحسن انا تخيلتها مره كبيره. شوفوا ام الحسن حياتي تدول عينك هذا نورك. فدنحكي هسه احنا دنحكي عن النقاشات داخل عن تغيير اللون. فقنعتني انه انا اغير لون شعري كل شيء ما يصير. حلوه كل شيء حبيبتي. اصلا هم متابعين قالوا لي شيء ما غير شعري غير شعري راح اغيره خلاص. بس مو هسه بس خلي ارتاح شويه. يلا احنا اليوم بنصور حرير بصالة الوجين وراح تطلع الحلقة يوم الجمعة الساعة 7:45 بتوقيت بغداد والساعة 6:45 بتوقيت عمان. حبيبتي ميرسي بوكو يجنن. تمام اليوم هذا لوك. اللوك اللي سويته شوفوا. تعال 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 تعال. هو سؤال شعري صدام اليوم. شوفوا تعال صدام صور شعري. خبل جنن انت تخبليني.